السلام عليكم اخواتي. وصفه اليوم وهي غراتان البطاطس، كتجي رائعه كوجبه غداء او عشاء، سهله وسريعه التحضير بالبيشاميل، كتجي رائعه كتستحق تجربه. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله نبداو على بركه الله في تحضير هذه الوصفه. هنايا عندي 5 حبات او 6 حبات من البطاطس، سأقوم بتقشيرها. عندي هنايا حبة بصلة كبيرة، غادي نقوم بتقشيرها كذلك. نخليكم مع الفيديو. سأقوم بغسل البطاطس من بعد ما نقيتها ونرجع معكم. هنايا بعد ما قمت بغسلها سأقوم بتقطيعها على شكل فريد. انا هنا كنقطعها مائله باش ما كتجينيش الحبه كبيره، كناخذ اناء وكنوضع فيها. غادي نستمر بنفس الطريقه كما غادي تلاحظوا في الفيديو. كما لاحظتوا في الفيديو، من بعد ما قطعت حتى البصله بنفس الطريقه قطعتها الى بهذا الشكل، هذا تكون طويله الحجم، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. غادي تحلوها بهذا الشكل هذا. كما لاحظتوا بعد ما قطعت البصله كذلك بنفس الطريقه، فكنخلطها هنايا فقط. غادي ندير قليل من الفلفل الاسود والقليل من الملح والقليل من الثوم بودرة، وكتبقى اختيارية فقط انا باش ننكه بها، كتجي رائعة. واحد ملعقة صغيرة وكنخلط بهذا الشكل هذا. الان بعد ما كما لاحظتوا هنايا، بعد ما وضعت التتبيلة نتاعي، فسبق لي وضعت انايا المقلاة بها زيت، غادي نقلي الفريت نتاعي كما كتقليوها عادة، ونرجع معكم بعد ما توجد ليا. فقط ما تخليوهاش طيب بزاف، يعني كتاخذي ديك اللون الذهبي وكتحيدوها فقط، ما تخليوهاش تقرمش بزاف. عندي كمقادير لهاد الكريمه: نصف لتر من الحليب، ملعقه كبيره ممتلئه جيدا من عصير الليمون والملح، ملعقتين كبيرتين من الدقيق، وملعقه كبيره ونصف من الزبده. غادي نقوم بتحضيرها معكم دابا. الان غادي نذوب الزبده. اول حاجه هنايا غادي نقوم باذابه الزبده كما كتلاحظوا، فتذوب لي تماما. صافي، هنايا بعد ما كتذوب لي الزبده فكنضيف لها ملعقتين كبيرتين من الدقيق وكنخلط جيدا. هنا بالنسبه للزبده فغادي نضيف لها القليل من الفلفل الاسود، هي رشه فقط، وكنضيف القليل من بودرة الثوم مع هذا الدقيق، هذا رشة فقط ورشة من الملح، وكنخلط وأضيف ملعقة كبيرة من الحامض. فغادي نبدا نضيف في الحليب اللي سبق لي ليكون تخليكم مزيان، وعاد ضيفوه على الدقيق اللي راكم حضرتو. غادي نضيف شويه بشويه، هانتوما القوام ديالو، نتوما كتحكموا في القوام ديالو، يعني انا بغيتو شويه يكون خفيف البيشاميل. صافي، غادي نطفي عليه، الان هو جاهز. تحضيره بسيط وسهل، بدون مواد حافظه، بدون ما تمشيو تشريو البيشاميل، طريقته سهلة وسريعة في نفس الوقت. صافي،
بعد ما وضعت الطبقه الاولى نتاع البيشاميل كنوضع مره اخرى البطاطس اللي وضعتهم فوق منه بهذه الطريقه هذه، وكناخذوا النصف الاخر نتاع البيشاميل وكتفرغوه كامل بهذه الطريقه هذه. صافي كتغطيوه كامل بهذه الطريقه هذه. صافي انا هنايا كنوضع القليل من الجبن المحكوك فوق البيشاميل بهذه الطريقه هذه. اي جبن عندكم متوفر، جبن موتزاريلا او اي جبن عندكم متوفر في المنزل. غادي ندخل الكراتان تاعي للفرن على ما كيذوب لي الجبن تاعي حيت لحقاش كلشي طايب فيه، ونرجع معكم كنقدموه بالصحه والعافيه. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع وجبه غداء او عشاء سريعه وسهله التحضير بالبيشاميل. كتجي رائعه وسهله وبسيطه في نفس الوقت بمكونات متوفره في اي منزل. هذا هو شكلها، كتجيب الجبن رائعه صراحه لذيذه وريحتها كتشهي. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم والاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه والضغط على الجرس كذلك ليصلكم كل جديد. نتلقى في وصفات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.